السلام عليكم، مرحبا بكم عند المطبخ الجزائري. ان شاء الله كاع تكونوا غايه، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه وصحه فطوركم خواتاتي. توجور مع حلويات العيد كما عودتكم وعودتكم القناه تاعي بالحلويات الرائعه الاقتصاديه بنينه واللي تقطع بزاف، والاهم من هذا راقيه وتحمر الوجه. هاد الحلوه ما تراطيهاش حبيبتي باسكو بزاف بزاف شابه، وغادي تزوقي بها طابلتك وتحمري بها وجهك قدام عائلتك وضيافك. شوفوا حاجه رائعه بحشوه تهبل بزاف واقتصادية. تبعي معايا الفيديو حتى للتالي واكتشفي هاد الوصفة الأكثر من رائعة. الأولى خواتاتي نبدو بالعجينة. عجينة صابلي درت 250 غرام زبدة طرية على حرارة المطبخ مع كاس سكر ناعم، هذا الكاس تاع 200 مليلتر سكر غلاس. غادي نزيد معاهم زوج حبات بيض تاني على حرارة المطبخ. دايما نقولكم البيض ما تخدموش به وهو بارد، سينو الوصفة ما تنجحش. درت زوج حبات بيض، زدت نص مغرف صغيره لافاني، نص مغرف عفوا كبيره لافاني، مع زوج مغارف كبار فلون فاني، ولا تنجمي ديري فلون كراميل ثاني كيجي بزاف شباب. ودرت زوج مغارف كبار زيت، زيت عادي بيان سور، ديري زوج مغارف كبار. وهنا غادي ندير رشه يعني قرصق تاع ملح بين صباعي، وغير بلا سباتيول غادي نخلط كل شيء حتى ندوب السكر غلاس في البيض والزبده ويولي لي خليط كريمي. تنجمي هنا باش تسهلي على روحك الخدمه ديري باتر، سينو ديري بيدك ولا هكا بمغرف. انا بغيتش نوسخ الباتر ومبغيتش نوسخ يديا، درت غير بالمغرف حتى ولا لي هكا. نزيد معاه نص كاس مايزينا اللي هي نشا، وتاني ندخل هذيك المايزينا مليح مليح في البريباراسيون الاولى حتى تولي لي كي لا بوماط شكل كريمي. دروك غادي نبداو نزيدو في الفرينه. الفرينه غادي نحط ونلم حتى نتحصل على عجينه طريه. دائما الفرينه نقول لكم غير بشويه باش ما تخسر لكمش عجينه وتنشف. مع كيس ساشي كومبلي تاع خميره الحلوه فرفاره ديري كيس كومبلي، وبديت تجمعي باطراف الاصابع بلا ما تدلكي وبلا ما تعجني. الا خصك الفرينه قعدي تزيدي بالتدريج. انا هنا بديت نشوف نجمع فيها، جديت لك الفيديو باش تشوف الخطوات وما بغيتش نقلع لك منهم. شوفي قعدت نزيد غير بشويه الفرينه ونجمع. المهم تحصلت على عجينه طريه، قلت لك العجينه ما تبغيش كاع باش تكون ناشفه، خاطر شينا نشفتي العجينه غادي الصابلي ما ينجح لك. شوفي هكذا غادي نخدمها مباشره، هنا نقسمها على زوج. كما شفتوا في بدايه الفيديو درت شكلين، درت شكل بيراميد ودرت شكل سيجار. هنا الشكل الاول غادي دائما كيما تعودنا نديرو كيس بلاستيكي من تحت وكيس من الفوق باش ما نضلوش نزيدو في الفرينه وتنشف لنا العجينه وتخسر، والشكل تاع الصابله يخسر لنا في الفوق. درت هكذا حليتها كاع، وغادي نقطعها بهذا الطابع مستطيل طويل. وشوفي دائما نقول لك تقطعي الصابله حطي الطابع ورفديه، ما تقعديش تدي وتجيبي، هذه دائما نقولها لكم. شوفي قطعي ديريكت ورفدي باش يجيك شكل واحد وما يخسرلكش، خاطر لو كان تدي وتجيبي غادي يتقلص. المهم السمك تاع العجينه تاعك لازم يكون هكا، خاطرش غادي نديرو حبه فوق حبه. ونكمل كاع خواتاتي نحطها في السني قدامي وندخل هذا السني تاعي يطيب، ونكمل العجينه الباقيه كيف كيف. المهم الفرن يكون ساخن ونشعل عليه غير من تحت، كي يطيب لنا من تحت نجبدوه باسكو الصابلي طيب بيض. وغادي نديرو شكل الزاوج تاني العجينه، نحطها فوق كيس بلاستيكي ونزيد نحط فوقها واحد اخر ونحلها نفس الخطوات اللي درناهم، ولكن الشكل غادي يختلف. قلت لكم درنا شكل بيراميد، الطابع اللي تخدمي بيه غادي يكون الشكل تاعه مثلث. هذاك الشكل جاب بزاف بزاف شباب صراحه، عجبني اكثر من الشكل تاع السيجار. هما في زوج وشابين، ولكن المثلث كاع عجبهم وكاع عطاوني نفس الرايب اللي هو اللي جاب بزاف شباب. وغادي نبدا نقطع بهذا المثلث كيف كيف، بزاف سهل وكمية عجلت ما شاء الله زاكيه. جا قطع لي بزاف 250 غرام، عطاني كميه بزاف مليحه. ونحط ثاني هاد المثلثات في الصني وكيما الاول نطيبهم من تحت، نطفي عليهم ونخليه يبرد باش نديرو التزيين. وانا بعد ما طابلي شوفوا كيفاش طابلي، وقعد حبه قد اختها ما تغير لي الشكل ما والو، على خاطرش كان تبعي النصائح والفيديو كيما درناه من الاول غادي يخرج لك حبه مع حبه قد قد.
وهنا باش غادي نلصقه، هذه هي الحاجة اللي بزاف بنينة وبزاف بزاف شابة، خير من كريمة الزبدة ولا كريمة الشامية ولا حاجة فور. عندي زوج بغارف كبار حلوة الترك اللي هي شامية كما يقولوا بعض المناطق. انا غادي ندوبها في الميكرووند، تنجموا ديروها في حمام مائي باش نزيد معها الكونفيتير مربى المشمش. الكونفيتير تاع المشمش غادي نزيد حوالي 3 مغارف كبار. انت يا تنجمي اختي العزيزه الكونفيتير تاع المشمش دفيه في كاسرونه تحميه وتزيدي فيه حلوه الترك زوج مغارف وتذوبيها فيه. ثاني طريقه بزاف شابه، انا تبان لي طريقه خير، كي نديروه في الطاوه نحموه ونحطوه فيه حلوه الترك نذوبوها فيه، باسكو انا كي ذوبتها في الميكرووند ما عجبتنيش كي ذابت. المهم خلطت غايه غايه حتى دابت لي مليح في هذاك الكونفيتير ولا لي خليط هكذا، شوفوا شحال شباب وبزاف بنين، صدقيني بزاف بنين. وغادي نلصق به حبه مع حبه هكذا، خير من الكريم اوبر باسكو انا على بالي بلي كاع راكم دايرين لي صابلي لي بالكريم الزبده. تبدلوا شويه على الكونفيتير وعلى غادي كي تزيدي لها هذه حلوه الترك غادي يجي يهبل. ولصقتهم هكا، وهذه نلصق مام هذوك المثلثات وهاد لي سيجار غير كيف كيف، غادي تاني نلصقهم غير بهاد الكريمه. هنا كملت ولصقتهم هكذا، دروك ما بقى لي غير ندير لهم الكلاصاج، نغطيهم كلاصاج فيريرو روشي اللي رانا دايرينه. الاولى هنايا درت هاد الترانسفير تاع الفيريرو شريته، راكم عارفين بلي رانا نخدمو به بزاف الكاطو باسكو بزاف يعطي منظر شباب للكاطو. ودوبت شويه شوكولا، هنا دوبت شوكولا بالحليب وما ضفت لها والو. وغادي نحط كيما شفتوا في لي فيديو السابقين وريت لكم كيفاش تحطوا وكيفاش تخدموا في هذا الترانسفير، وحطيت هكذا شويه شويه في كل وحده. ودائما نقول لكم بلي هو ما ياكلش بزاف شوكولا، سيرتو كي تكوني موالفه تخدمي به ما غاديش كاع يدي لك بزاف شوكولا. هنا بعد لي عمرتهم كاع وغادي نخبطها هكا ندربهم مليح مليح وندخلها في الكونجيلاتور باش يشد روحها ويبس حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق، المهم في الوقت اللي راكي تكلاصي فيه الكاطو تاعك. الشوكولا اللي بقات لي هنا شيرات، هنا غادي نزيدو لها الزيت باسكو كي درناها في الترونسفير ما زدنا لها والو. هنايا وراني مذوبه 250 غرام شوكولا بالحليب، وغادي نزيد لها الزيت. الزيت نزيدو لها زوج مغارف كبار. علاش نزيدو دائما الزيت في الشوكولا؟ على خاطرش الزيت غادي يخليها الاولى تلمع، الزوجه غادي يخليها طريه. غادي لو كان تسيي تكلاصي الكاطو تاعك بالشوكولا ديريكت غادي يجي يابس من الفوق، طبقه تاع الشوكولا غادي تجي يابسه. ويلا درتي لها الزيت غادي تجي طريه ناشف، الشوكولا الناشفه ولكن طريه. خلطت غايه هذاك الزيت، من بعد جبت كاوكاو محمص ومرحي، ماشي مرحي رقيق، مرحي هكا باين باش يعطيني كلاصاج فيريرو. درت 3 مغارف كبار، درت 2 مغارف ودخلتهم مليح، ومن بعد زدت المغرف الثالثه. شوفوا انا من داك مورفه الخدمه ندير عيني هي ميزاني بيدي، هذه مغرف كبيره هكذا. ونخلط غايه الشوكولا مع هذاك الكاوكاو. اختي العزيزه اللي عندك بندق ولا لوز ولا بغيتي ديري هذا الشيء يبقى اختياري، حنا نديرو حاجه اللي على حسابنا. وغادي نكلاصي الكاطو تاعي هكا، حطيتها فوق الكارفو فوق فرشيطه، ونحاول نوصل كاع هذيك الشوكولا للكاطو تاعي، سيغتو الجوانب غطيهم مليح مليح. ومن بعد غادي تخبطي غايه تقلع الزوائد تاع الشيكولا تاعك اللي راها في الكاطو، وحطيها كيما دائما نقولك حطيها في كيس غذائي ولا فوق بابي كويسون هكذا باش ما تلصقلكش الشيكولا في طبسي ولا فوق بوطاجي ولا فلاتلي، ولا غادي تلصق وتفتت لك الكاطو تاعك، سيرتو كي يكون الكاطو من هذا النوع اللي دوب وحده. ونكمل نفس الشكلين في زوج نديرهم كيف كيف، كي المثلث كي هذا السيجار. من بعد اللي كملت خواتاتي هنا قبل ما ينشف لك هذيك الشيكولا، قبل ما تنشف غادي تروحي تجيبي هذاك الترونسفير تاعك اللي راه في الكونجيلاتور، تجيبيه وتقلعي الحبه تحطيها فوقها هكا. دائما نقولكم انا ما نخليش حتى الكاطو تاعي ينشف نعاود ندير نقطه تاع الشوكولا ونلصقها، انا قبل ما ينشف لي الكاطو كي نشوفه صاي تقطع غايه من هذيك الشوكولا نروح نجيب ترونسفير ونحطه باش يلصق مليح وينشد غايه فيها. وحطيت هكا شويه مايل باش يجي شكل تاعه شباب، جا بزاف شباب صدقوني جا رائع. البنه تاعه ما نحكي لكمش عليها باسكو البنه تاعه من اروع الحلويات اللي درتها هذا العام، حاجه بزاف بنينه وبزاف شابه باسكو هذيك الكريمه تاع المربى مع حلوه الترك اللي لصقنا بها جات بزاف شابه. هنا باش نعطيه واحد اللمعه ذهبيه ونعطيه العنوان تاع
الفيريرو اللي درنا عليها، جبت الورقة الذهبية لافي دوغ وغادي ندير فيها غير شوية شوية هكذا فوق هذاك في القنت اللي راه خاوي اللي فوق الترونسفير، غادي ندير هكا غير لمعة خفيفة بالورقة الذهبية. الا ما عندكش نجمي ما ديريهاش، بصح غادي تعطيها لمعة بزاف شابة، باسكو سييت حبة بلا بيها وحبة بيها لقيت لا ديفيرونس بيناتهم شابة. وكملت الكاطو تاع اخواتاتي حتى تحصلت على هاد النتيجة. على بالي بلي عجبكم وشهيتكم بالجنة كيما يقولوا. نقول لك غير ديريه ما تراطيش، باسكو غادي يعجبك فريمون، غادي يعجبك قلبا وقالبا شكلا ومذاقا. وصرت هذا الشكل تاع المثلث انا بزاف عجبني، جا شباب. وهنايا بغيت نقسم لكم حبه باش تشوفوا الشوكولا طريه والكاطو طري بزاف، والحشوه شوفوها كيفاش، خاطرش كي تكثري الحشوه الداخل شوفي يجي سيل لوحده. هذا هو الكاطو تاعنا تاع اليوم خواتاتي. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا شفتوا الفيديو حتى التالي. ما تنسوش ديروا النجم، هو ديري تحت ديري جيم، وهذا مكان. وخليكم حبيباتي لوصفات اخرى وفيديوهات اخرى باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه. سلام.